إذا كنتي أول مرة كتزوري القناة، ما تنسيش تضغطي على المربع الأحمر سبسكريبيرسي ولا اشتراك ولا سابوني مع تفعيل الجرس باش يوصلك ديما جديد. وشكرا. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم جديد آخر. هذه المرة غادي نهضر لكم على بحالاش نحيدو الزغب في يدينا بلا ما نحسو بآلام، ما يضرناش. يعني كلنا، وانا منكم، انا من هذوك البنات اللي صعيب 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 ندير حلوه ولا ندير لاسير اللي كتجبد، حيت كتجيني حاره وما كنصبرش عليها. ولا حتى هذوك الماكينات، هذوك النوع اللي كينطرو الزغب من الجرح، حتى هما كيجوني حارات. واخا عندي وريتها لكم في بعض الفيديوهات ولكن ما كنستعملهاش بزاف. شريت وحده اللي ارتحيت فيها وكنحيد الزغب الوقت ما بغيت وما كتضرنيش وزوينه بزاف. دابا انا غادي نوريها لكم، هي هذه اللي كتشوفوا، سميتها ليدي شيفر كما كتشوفوا. المهم هذه الصراحه كتعجبني بزاف بزاف بزاف، وكتعاونني نحيد الزغب دغيا. هي ما نقولوش ماشي بحال داك النوع اللي كنت وريت لكم في الاول، كيحيد الزغب من الجدر بحال ماركا براون. هذيك حتى هي عندي ولكن ما كنصبرش عليها، حيت حاره 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 بزاف، كتحيد الزغب من الجدر ولكن حاره، وكينوض من جديد بحال اي حاجه. اللهم ندير بهذه اللي ما كتحرش وكينوض الزغب بحالها، بحال براون، بحال لاسير، بحال كاع كلشي هادو. يعني انايا كيجيني كنقول في راسي غادي نحر راسي بلاسير وغادي ينوض ليا ثاني الزغب. اللهم نشري وحده اللي تكون في هذا النوع هذا، ما كتحرش ولا هاد الزغب ثاني نعاود نحيدو بها. هاد النوع هذا داير بحال الرازي، ولكن هذا نقولوا ماشي رازي، حيت كي المهم هو كيهرس الزغبه، ولكن ماشي داك النوع اللي كيبين بحال الرازي كيهرس الزغبه ومن بعد كيبينها بحال الخضره، ولا كيبين الزغب في يديك مهرس ولا في رجليك. هذه كتحيد مزيان، كيبان داكشي بحال محيد من الجدر، ولكن هي كتكسرو ماشي كتنتفو من الجدر. كيعاود ينبت ولكن بحال بحال لاسير بحال الماكينات الاخرين، ولكن ما كتحرنيش. المهم هادي انا دائما كنحيد بها، خصوصا كنستعملها بزاف في الصيف. وهي كتشارجا عندها الكارغادور ديالها، كدار هنايا يعني كتحط بهاد الطريقه هادي وكتدخلي في الضو وكيبقى يتشارجا من هاد البلاصه هادي فيها. الا بغيتي تحيدي بالزربه ولا انا بتحيدي بشويه، كتشعل من هنايا كدار بحال هكا. صراحة كنحيد بها الزغب حيت ما كتضرنيش وزوينه بزاف. هذه خديتها من واحد يعني خديتها من واحد سيت شينو اللي سميتو نيوشيك. انا غنخلي لكم الرابط ديال هاد غير هذا بوحدو اللي خديتها عندهم. غنخلي المهم خديت عندهم شحال من حاجه، ولكن غنخلي لكم غير الرابط ديال هذه الماكينه بوحدها الا بغيتي تاخذوها. دخلوا النيشان، راه هي بثمن مناسب. والصراحه راه عفتي الصيف كامل دوزتها بها، وتهنيت من لاسير، تهنيت من الحر. صراحه انايا ما كنتش كندير بزاف لاسير وداكشي حيت كتجيني حاره. اللي كديرها بزاف كديرها لطفه، حيت هي كتصبر اكثر مني. انايا كتجيني ما كنقدرش نصبر، هي كتجي حاره ولكن كتصبر. مهم هاد النوع هذا الصراحه هو نقولوا كما قلت لكم داير بحال غازوار، ولكن ماشي كيخلي لك داك النوع اللي بحال الغازوار، كيخلي لك داكشي باين في جلدك مازال مكسور، ما كيتحيدش مزيان، ولا من بعد فاش كينبت كينبت الزغب خايب. مهم التجربه ديالي مع هاد الماكينه يعني زوينه، وكنشكرها حيت عجبتني بزاف. وراه دابا انا غادي ندير لكم واحد سميتو باش تشوفوني بحالاش كنحيد بها الزغب. كما كتشوفوا هنايا عندي شي زغب، ها هو كما كتشوفوا هنايا، نتمنى يكون كيبان لكم. ها هو الزغب هنايا في يدي، انا غادي نحيدو حيت راه عفتي راه ما حيدتوش من شحال هادي وانا ما حيدتش الزغب من الصيف. المهم ونبت ليا بحال هكا، انا غادي نعاود نحيدو قدامكم بهاد الماكينه باش تشوفوا بعينكم واش كدير شي حاجه ولا لا قبل ما تشريوها. كاين هنا مازال ما قصتو باش نوري لكم الفرق. وهذا الزغب البلاصه اللي حيد
البلاصه اللي حيت كما كتشوفوا راه كتبان زوينه ورطبه، وكتبان بحال ما كتبانش بحال الحيت ديال بالرازي كما قلت لكم في الاول، كتبان بحال الحيت ديال بحلوه ولا بدوك الماكينات نيت. ها هو هنايا كما كتشوفوا ها هو الزغب، وهنايا اللي حيت. من بعد البنات فاش كتحيدو كنزغب الزغب كيبقى لكم هنا لداخل، كتحيدو بهذه الطريقه، كتوطو على هذا البطون هذا وهذا البطون هذا بحال هكا، كتجبدوها وكتشوفوا هنايا الزغب كله كما كتشوفوا. ها هو الزغب اللي سميتو كاين هنايا داخل هنايا، وكاين هنايا في هنايا كما كتشوفوا. هنا كيعطيكم واحد بحال واحد سميتو باش تمسحو باش تلمبيو، كتلمبيو بحال هكا وكتلمبيو كان في البلايص هنا، كتلمبيو هنايا مزيان بهاديك لابغوس صغيره. المهم فاش كتنقيوها كامل كتدوها بحال هكا صافي، وكتخلي تحطوها حتى وقت حتى جيتوها تاني واستعمل. دابا غادي ندوز نوري لكم لاشارج بحالاش كتشارج. هذا هو لاشارج ديالها، كتحطوها بهذه الطريقه هذه بحال هكا. المهم انا غادي ندخلو دابا في الضو بحال هكا. كما كتشوفوا هذا البوطون الحمر كيتشعل فيها، راه هذه خاصها تشارج مازال شي شويه، خضراء يعني راه ما فيها حتى شي حاجه. فاش كتحطيها عليها بحال هكا راه كتشارج حمراء خاصها تشارج، من بعد فاش كتشارج كيطفى فيها الضو ما كيبان لا حمر لا خضر، هذيك راه كتسمى تشارجات. هذه مكتوبه فيها في الكتاب ديالها ضروري خاصكم تخلوها 8 ديال السوايع كتشارج، باش زوينه فاش كتخليها 8 ديال السوايع كتشديها كتديها في الصك ديالك، كتديها اي بلاصه بغيتيها، ماشي بحال داك النوع اللي انتيا بحال ديال براون يعني كتكون في الضو انتيا كتحيدي الزغب، وكاينه في الضو يعني ما تقدريش ديها لاي بلاصه، هذه غير كتشارجيها وتديها معاك لاي بلاصه، وكتحيد مزيان 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 كما كتشوفوا يدي راه حيدات فيها كامل الزغب، ما بقاش كيبان والو، كيبان بحال لا درتو بلاصير وما كيبانش مشوك. ها كنقيس يدي بحال هكا ما كتجيش هذه عجبتني بزاف، ما كضرنيش وما كتشوكش ليا الزغب. والمهم البنات قبل ما نمشي بغيت نقول لكم اشنو كندير قبل ما نحيد الزغب في الذات ديالي، هو كندير واحد الاكسفوليانت في الذات ديالي ديال القهوه وزيت العود ولا ديال القهوه وشويه ديال سميتو، ولكن اكسفوليانت اللي كندير انايا واحد النهار صنعتو راسي في الدار وصدق ليا زوين وشاركته معكم واحد الفيديو، راه غنخلي لكم حتى هويا في التحت في لابارا د انفورماسيون باش تشوفوا هذاك الاكس فولينتي زوين 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 بزاف اللي كيخلي ليه كي البشره ديالك رطبه وكيخليها لك كتبرق. انا هذاك الاكسفولينتي دائما كنديرو ايدي وكنديرو الرجل قبل ما نحيد الزغب، داكشي علاه دائما كتشوفوا بعض المرات يديه هكا كيجيو بيضين ورطبين، حيت هذاك الاكسفولينتي اللي صنعت بشويه ديال صابون البلدي وشويه ديال الزيوت كيرطب ليا وكيخلي ليا رجلي كيبانو كيبرقو. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم، ولا عجبك ديري ليا بزاف ديال لي لايك، وشكرا بزاف، حتى المره اخرى ان شاء الله، بسلامه.